خلال لقائه رئيس شركة أباتشي الأمريكية، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة. الحوار الوطني يثمن استجابة الرئيس السيسي لمطالب الإفراج عن عدد من المحبوسين ويؤكد انعقاد جلساته غدا لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. جيش الاحتلال يأمر سكان غزة بإخلاء جزء من خان يونس ويهدد بالقيام بعملية عسكرية كبيرة في المنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما حققته شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي من نجاحات في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية. وخلال اجتماعه مع رئيس التنفيذي للشركة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ثمن الرئيس السيسي خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات البلاد المتزايدة في هذا الشأن. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من السيد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمرارا للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتحقيقا للاستغلال الأمثل لموارد مصر بقطاع الطاقة. وأشاد السيد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركة من نجاحات في مصر على مدار الثلاثة عقود الماضية، مثمنا خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، ومؤكدا حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد. من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الشراكة المتميزة مع مصر، مؤكدا تطلع الشركة بوصفها أحد أكبر مستثمري ومنتجي البترول في مصر لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة، فضلا عن حرص الشركة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية. كما تناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة السيد جون كريسمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وحرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات وتسهيل لعمل القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات. توجه الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين. وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة الملف للقائمين على الحوار الوطني، حيث أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية غدا الثلاثاء لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج بتوصيات في هذا الشأن. كما ثمن الحوار الوطني جهود وزير الداخلية محمود توفيق والنائب العام المستشار محمد شوقي من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن 79 نزيلا استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.
تمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد استكمالا نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي. ووجهت التنسيقية شكرا للرئيس السيسي على اهتمامه بملف المحبوسين وحرصه على مستقبل الشباب وتأكيده الدائم على أهمية الحوار. كما أكدت التنسيقية أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي، بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي ولا يتحول إلى عقوبة طبقا لما نص عليه الدستور. تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد الشيخ الأزهر أن ثورة يوليو كانت ميلادا لفجر جديد في تاريخ مصر لإنهاء حقبة من الاحتلال المتعاقب وبناء الدولة المصرية على أسس وطنية متينة للحفاظ على الوطن وشعبه ومقدراته وتحقيق العدالة واسترداد ما سلب، داعيا أبناء مصر جميعا إلى مواصلة العمل بكل جد ومثابرة بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم التقدم والازدهار. هنأ البرلمان العربي الرئيس السيسي والشعب المصري ومجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد البرلمان العربي أن ثورة يوليو تعد إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم، مثمنا المواقف المشرفة لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم الأشقاء العرب والقضايا العربية الاستراتيجية والمحورية، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين. كما أشاد البرلمان بالنهضة الكبيرة والإنجازات المهمة التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالرئيس الغني نانا آدو، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي والذي يعقد بالعاصمة الغنية أكرا. وخلال اللقاء لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك 24 شركة مصرية تعمل في غانا في مجالات متنوعة، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير العلاقات بين البلدين. ومن جانبه أعرب الرئيس الغني عن تقديره لدور الشركات المصرية العاملة في مجالات التنمية في بلاده. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني لبحث عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك. وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين عبر تشجيع مشاركة المزيد من الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها حكومة جزر القمر. من جانبه أشار عثماني إلى تقديره لدعم مصر لجزر القمر عبر قيامها بتوفير الدورات التدريبية اللازمة للكوادر البشرية في بلاده وإمدادها بالخبراء المصريين العاملين في المجالات المختلفة. كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الوزير الأول لدولة الجزائر نذير العرباوي. وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء إنه إلى جانب التنسيق السياسي لابد من تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي أخذا في الاعتبار التطورات الدولية الحالية. وبدوره تطرق الوزير الأول الجزائري إلى أهمية التعاون المشترك لبحث سبل التعامل مع أزمات المنطقة، لا سيما الحرب في قطاع غزة والصراع الدائر في كل من ليبيا والسودان. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي عددا من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث أكد رئيس الوزراء دعم مصر لجهود تعزيز التكامل الأفريقي في مختلف المجالات. من جانبهم أعرب المشاركون عن تطلعهم لدعم وتطوير العلاقات المصرية الأفريقية اتصالا بحرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الأفريقي. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أهمية توظيف الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والاستفادة من مركز إعادة الإعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الأفريقي بالقاهرة لمواجهة التحديات والأزمات في القارة الأفريقية.
ومن جانبها أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محورية الدور المصري في أفريقيا والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق مصر في ظل النزاعات والأزمات المحتدمة التي تشهدها القارة الأفريقية. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. تستهدف الحكومة تنفيذ برنامجين رئيسيين لضبط الأسعار والحد من التضخم، كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعيا لخفض الأسعار. وتفيد التوقعات الحالية للتضخم أنه سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط نتيجة تضافر عدة عوامل، ومنها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. عدد من الأزمات الاقتصادية الكبرى شهدها الاقتصاد العالمي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي، بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها، لتعقبها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي عرقل حركة التجارة العالمية. ولم تكن مصر بمعزل عن المستجدات والتطورات العالمية، حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي أنه سوف يشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة تضافر عدة عوامل، ومنها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. وفي هذا الإطار تستهدف الحكومة تنفيذ برنامجين رئيسيين لضبط الأسعار والحد من التضخم، كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعياً لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطنين. فيما يخص البرنامج الفرعي الأول وهو ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، تعمل الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، مع تنويع مصادر الحصول على هذه السلع. بالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني وهو التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، تستمر الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع من خلال تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية مثل القمح، مع وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي. أما فيما يخص البرنامج الفرعي الثالث وهو ضمان الاستقرار السعري، تحرص الحكومة على منع الممارسات الاحتكارية، كما تستهدف تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة. وهكذا تأتي مسألة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة للحد من الضغوطات التضخمية والوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي خلال عام 2025. تأتي مسألة ضبط الأسعار وتوفر السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة. وتعمل الحكومة على وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية. أزمات اقتصادية متتالية شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية أثرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، ولم تكن مصر بمعزل عن تلك المستجدات والتطورات، وتحرص الدولة على تعزيز جهودها لسد فجوات سلاسل الإمداد من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الأساسية بما يسهم في ضبط أسعار السلع والأسواق. تأتي مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وتسعى الحكومة إلى تحسين وتطوير العمليات بين مختلف الجهات المشاركة في سلسلة التوريد بهدف تحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمنظومة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وتعمل الحكومة على وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طوال العام وتوفير أعباء نقل المواد الغذائية التي كانت سبباً لرفع الأسعار. وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق، تعمل الحكومة على دعم وتحفيز مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية بين الشركات على غرار شركة مكسب، وذلك من خلال زيادة الحوافز التي تقدمها الدولة لتلك المبادرات. كما تلعب البورصة السلعية دوراً هاماً في ضبط الأسواق وتنظيمها وتعزيز استقرارها ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مما يعزز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي. وضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، يعد سعي مصر لرقمنة أسواق السلع الرئيسية خطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، وكذلك التنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية. جهود متواصلة تقوم بها الدولة متمثلة في الحكومة الجديدة للتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة لجميع الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أدانت مصر تعرض قافلة إغاثة تابعة لوكالة الأونروا متجهة لقطاع غزة لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الحادث يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني، موضحة أن استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى القطاع هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منظمة إرهابية. وكان الكنيسة قد صدق بقراءة تمهيدية نهاية مايو الماضي على مشروع قانون الذي يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة للوكالة. وبعد إقرار القانون في قراءته الأولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة في جلسة واحدة لصالح مشروع قانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل متجها إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع فيما يشوب العلاقة بين الحليفين توترا بسبب الحرب في غزة. ووصف نتنياهو زيارته بأنها مهمة للغاية في مرحلة تشهد حالة من عدم اليقين السياسي الكبير، وذلك في إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. وتواجه إسرائيل ضغوطا أمريكية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حربها المستمرة في قطاع غزة. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن الأوضاع في القطاع لا تطاق. وخلال خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، أكد ستارمر أهمية الحاجة الملحة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن العالم لن يغض النظر بينما يواجه المدنيون الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال الموت والمرض والتشريد. هذا وقال ستارمر إن بلاده تسعى لوقف إطلاق النار باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لانتهاء الأزمة. أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس. وقال جيش الاحتلال إنه سيعمل بقوة ضد تجدد إطلاق القذائف الصاروخية من خان يونس، مشيرا إلى أنه على وشك القيام بعملية عسكرية كبيرة في هذه المنطقة.
أعلنت السلطات الصحية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس بجنوب القطاع منذ صباح اليوم، مضيفة أن بعض الجرحى في حالة خطيرة. كما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر لليوم 90 بعد 200 على القطاع إلى 39,000 وستة شهداء و 89,818 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. كما أكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 23 شهيدا و 91 مصابا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة 2 من المحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان له أكد منتدى عائلات المحتجزين لدولة الاحتلال أن الوفاة جاءت بسبب تباطؤ حكومة الاحتلال في التفاوض مع حركة حماس لعودة المحتجزين الإسرائيليين وبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. قوات الاحتلال تجدد غاراتها على عدة بلدات بجنوب لبنان، وحزب الله يستهدف مواقع رادار في مزارع شبع المحتلة. تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على عدة بلدات في جنوب لبنان، وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عين الشعب والخيام وحنين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف التجهيزات التجسسية في مواقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة وقام بتدميرها. دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة طرفي الأزمة للانخراط بجدية في جهود السلام. وأوضح العمامرة أن المناقشات التي عقدها في جنيف بشكل منفصل مع وفدي قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة معقدة. أقرت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كامبرلي تشيتل أمام الكونغرس بفشلها في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك خلال فعالية لحملته يوم 13 من يوليو في ولاية بنسلفانيا. وخلال جلسة استماع لها أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، أكدت تشيتل التي تواجه دعوات من الجمهوريين لإقالتها تحملها كامل المسؤولية عن الفشل الأمني في هذا اليوم، مشيرة إلى أن مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات الراهنة. دخل السباق الرئاسي في الولايات المتحدة مرحلة ضبابية غدا إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه ودعم نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بدلا منه. وبدأ الحزب الديمقراطي مداولات لتحديد ما إذا كانت هاريس تمثل الخيار الأمثل لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل. بعدما أصبحت أول امرأة وأول شخص أسود يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، قد تكتب كامالا هاريس صفحة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة بعدما حصلت على دعم الرئيس جو بايدن عقب انسحابه من السباق الرئاسي، فضلاً عن دعم شخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي لتصبح المرشحة الديمقراطية الأبرز في السباق للبيت الأبيض. هاريس التي ناهز عمرها 60 ربيعاً أشادت بالقرار الذي اتخذه بايدن ذو 81 عاماً بعدم الترشح لولاية ثانية، ووصفته بالقرار الوطني، متعهدة بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات. بعد كلمة هاريس بدأ مسؤول حملتها وحلفائها وأنصارها في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها بديلاً لبايدن، حيث سيجتمع حوالي 4,000 مندوب ديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 من أغسطس المقبل
لاختيار مرشح الحزب معظمهم ملتزمون بدعم بايدن، وبعد إعلانه المفاجئ أصبحوا غير ملزمين بأي قانون أو قواعد حزبية لمساندة أي شخص. وتبقى حظوظ هاريس في الوصول للبيت الأبيض محل شك لدى الكثيرين داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، فالشعب الأمريكي لم ينتخب امرأة من قبل لمنصب الرئيس، كما أن الحزب خسر رهانه على هيلاري كلينتون أمام المنافس نفسه دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، كما أن ذلك المنصب لم يصل إليه سوى أسود واحد هو باراك أوباما، ما يجعل قرار ترشيح الحزب لهاريس بمثابة مقامرة تاريخية. قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيقيمون كيفية الرد على زيارتي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى روسيا والصين وموقف بودابست من دور التكتل في أوكرانيا. وتولت المجر في يوليو الجاري الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، وتوجه أوربان على الفور إلى موسكو وبكين فيما وصفت بأنها مهمة سلام دون علم أي من شركائه في الاتحاد الأوروبي أو تفويضه بذلك. ساد الهدوء بنغلاديش وسط إعلان حظر التجول بعد حالة من التوترات الاجتماعية، لكن انقطاع الاتصالات استمر بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظاما للحصص في الوظائف الحكومية أثار احتجاجات. وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل 139 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد. وأوقفت الشرطة أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة داكا خلال مواجهات على مدى أيام. قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن برنامج الحكومة الجديدة يركز على جذب مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة لدور أكبر لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز فرص الاستثمار البيئي في مصر. جاء ذلك خلال استقبال أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات البيئية المهمة. عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مؤتمرا صحفيا، وتحدث الوزير حول التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشكل دائم للربط بين التعليم المدرسي والجامعي والمناقشة حول نظام السنة التأسيسية التي تهدف لمنح الطلاب فرصة للتأهيل واكتساب مهارات كافية لالتحاقهم بالقطاع المناسب في الجامعة. استقبلت وزيرة التنمية المحلية منال عوض المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وذلك لبحث مجالات التعاون. وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالشراكة الممتدة بين الوزارة وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة في دعم جهود التنمية المحلية على مختلف المحاور. ومن جانبها أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تحويل جميع الأولويات الاستراتيجية للجانبين إلى مشروعات مؤثرة ومفيدة للمجتمع المحلي. أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة أهمية التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف التنمية البشرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن هذا الملف في مصر.
وخلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شدد عبد الغفار على الحاجة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع الوعي بأهمية التنمية البشرية. هذا وشارك الدكتور خالد عبد الغفار وعمر الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جولة تفقدية للخدمات الصحية المقدمة لزوار مهرجان العالمين الذي تنظمه المتحدة، شملت عدة أنشطة رياضية وسط حضور للإعلاميين والصحفيين والأطباء والطلبة ضمن فعاليات الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الأكبر. يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العالمين في 8 من مساء يوم الأربعاء المقبل حفلا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويأتي الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، حيث تقدم الفرقة عددا من أغاني وموسيقى الزمن الجميل، كما تقدم وزارة الثقافة برنامجا فنيا حافلا بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي بمدينة العالمين الجديدة، يتنوع بين عروض السيرك القومي وعروض فرق الفنون الشعبية. وتلقى الفعاليات إقبالا وتفاعلا كبيرا من جمهور المهرجان وزوار المدينة. هذا وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين التي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. هذا وأطلقت وزارة التعليم العالي أول رحلة طلابية لعدد من طلاب الجامعات لزيارة مدينة العالمين الجديدة. تأتي المبادرة لمشاركة جامعة مصر في مهرجان العالمين بهدف القيام بعدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظمة المهرجان. هلا مشاهدينا، نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ومحمد عبد الله، أهلا بك محمد. شكرا زهر وشكرا إيمان. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.3% مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%. وأشار المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، حيث تم التأكيد على أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير المقضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين.
أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة أباتشي الأمريكية في ضوء ما يوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الوزير مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له بمدينة العالمين الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط رئيسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، وذلك لمناقشة ملفات عمل الجهاز. تولى الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 73% ليسجل 28,992 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 39% ليسجل 6,634 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 22% ليسجل 9,527 نقطة. انخفضت أسعار النفط في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيدا من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 45 سنتا أو نصف نقطة مئوية إلى 82 دولارا و18 سنتا للبرميل، في حين نزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا إلى 79 دولارا و62 سنتا للبرميل. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى صحر وإيمان. شكرا لك محمد. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة شاملة للأطباء الشباب تتضمن برامج تدريبية متكاملة مع كبرى شركات الأدوية للتعرف على أساسيات العمل في القوافل الطبية. وأكدت المؤسسة أنه سيتم اختيار أفضل المرشحين عقب اجتياز البرنامج التدريبي للمساهمة مع المؤسسة في توفير الرعاية الصحية في مختلف المحافظات. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعود مع أخبار الرياضة إلى محمد عبد الله. شكرا إيمان وشكرا صحر. إلى أخبار الكرة والملاعب أخبار الرياضة. يلتقي الآن فريق الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز. يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة وحقق 21 فوزا وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين. هذا ويلتقي الآن أيضا فريق مودرن سبورت وسموحة على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز. يحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.
كما تعادل نادي الإسماعيلي مع ناظريه الجونة بهدف لكل فريق في مباراة التي أقيمت على بين الفريقين على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز. بهذا التعادل يحتل النادي الإسماعيلي المركز 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة. تأهل المنتخب الوطني للناشئات السكواج إلى الدوري النهائي ببطولة العالم للناشئات للفرق للمرة 11 على التوالي في البطولة المقامة حاليا في نادي هيوستن للسكواج بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 23 من يوليو الجاري. فاز المنتخب الوطني على نظيره الكندي بنتيجة شوطين نظيفين في الدوري نصف النهائي، ولم يتم لعب المباراة الثالثة بعدما نجحت لاعبات الفراعنة في حسم نتيجة أول شوطين. ويشارك في البطولة 46 منتخبا تتصدرها مصر، ويضم كل منتخب 4 لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عاما. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى صحر وإيمان. شكرا لك محمد عبد الله. يتواصل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اندلاع حرائق الغابات، حيث امتدت الحرائق إلى أحد أحياء جنوب الولاية، ما أسفر عن احتراق عدد من المنازل. وأصدرت السلطات الأمريكية أوامرها بإجلاء سكان تلك المنطقة، وكانت حرائق الغابات قد اندلعت أمس وانتشرت في جميع أنحاء جنوب الولاية بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في بعض المناطق. الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخرى إليك محمد. شكرا إيمان وشكرا صحر. الأحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة متوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا يكون مائلا للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الصغرى والعظمى. القاهرة 38-27، الإسكندرية 34-25، مطروح 32-24، بورسعيد 35-27، والإسماعيلية 39-26. إلى السويس 38-27، إنعريش 36-26، طابة 38-28، شرم الشيخ 40-31، والغردقة 41-31. إلى الأقصر 44-29، أسوان 44-30، الوادي الجديد 43-25، شلاتين 42-31، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضراتكم مع لقطة الأبرز لهذا اليوم، وهي لمحبي المغامرة وأصحاب القلوب القوية. نتابع. علي.
وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. خلال لقائه رئيس شركة أباتشي الأمريكية الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة. الحوار الوطني يثمن استجابة الرئيس السيسي لمطالب الإفراج عن عدد من المحبوسين، ويؤكد انعقاد جلساته غدا لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. جيش الاحتلال يأمر سكان غزة بإخلاء جزء من خان يونس، ويهدد بالقيام بعملية عسكرية كبيرة في المنطقة. ختام نشرة التاسعة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.